أعزائي التلاميذ والتلميذات، تحية طيبة. معكم الآن في هذا المقطع الثاني سنحاول تناول المحور الأول من مفهوم الواجب والإكراه. في المقطع الأول تناولنا فيه تمهيدا عاما لمفهوم الواجب، وحاولنا من خلاله الوقوف عند أهم المفارقات والتقابلات التي يطرحها مفهوم الواجب، ثم حاولنا صياغة الأسئلة الأساسية الإشكالية التي يطرحها هذا المفهوم. الآن سنحاول الإجابة عن تلك الأسئلة الإشكالية من خلال المحور أو مجموعة من المحاور، وسنبدأ أولا بالمحور الأول والذي سنتناول فيه مفهوم الواجب في علاقته بمفهوم الإكراه. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك بأن هذه المقاطع ليست كما هي المقاطع التي تدرس لكم داخل الفصول الدراسية، فيها نوع من التفاعل بين المدرس والتلميذ إلى آخره، وفيها نوع من الاشتغال على النصوص، بل سنحاول مقاربة هذه المفاهيم وإبراز العلاقات فيما بينها، وكذلك من خلال استحضار بعض الأطروحات الفلسفية التي حاولت مقاربة الأسئلة الإشكالية التي يطرحها مفهوم الواجب. فنبدأ أولا بالمحور الأول، الواجب والإكراه. وللتذكير هنا، فالإشكال المحوري الذي يطرح هنا يتعلق بعلاقة الواجب بالإكراه. هل يصدر الواجب عن إرادة حرة وفاعلة، أم أنه فعل إلزامي تحكمه الضرورة والإكراه؟ بمعنى، هل عندما أقوم بالواجب، هل ذلك الواجب كأساسه إرادتي الحرة والفاعلة، أم أن قيامي بذلك الواجب كان أساسه إكراه خارجي وإلزام صادر عن المجتمع أو عن شخص آخر إلى آخره؟ أم يمكن القول بأن الواجب هو من جهة صادر عن إرادة حرة، أي أنه فعل حر بمعنى أنه التزام، وفي نفس الوقت هو التزام؟ دونك فنحن أمام إشكالية قائمة على تلك المفارقة في كون الواجب من جهة هو إلزام، وفي كونه كذلك هو التزام أي صادر عن إرادة حرة. إذن هذه الإشكالية سنحاول مقاربتها باعتماد موقفين. الموقف الأول هو لإيمانويل كانت، والذي يعتبر من فيلسوف الأخلاق بامتياز، أو فيلسوف الواجب الأخلاقي بامتياز، ثم سنحاول مقاربته كذلك هذا الإشكال من خلال موقف ديفيد هيوم. بالنسبة لإيمانويل كانت، فهو يرفض تأسيس الواجب على الميل وعلى الغريزة وعلى المصلحة الذاتية، وبالمقابل يرى أو يؤكد على أن الواجب ما هو إلا استجابة لنداء العقل، تحديدا العقل العملي الأخلاقي الذي يشرع للقانون الأخلاقي بوصفه قانونا كونيا مطلقا يصدر أوامره على جميع الناس دون استثناء. نفهم من هذا على أن كانت يركز على معطى أساسي، أن الواجب التزام، بمعنى أنه صادر عن الذات، صادر عن الإرادة الحرة، فهو يرفض أن يكون الواجب قائما على ميل أو على غريزة أو على مصلحة ذاتية. بمعنى أن كانت هنا يرفض أن يكون الواجب وسيلة لتحقيق غايات أخرى، وفي المقابل فهو يعتبر بأن الواجب باعتباره أمر أخلاقي قطعي نابع من الذات، فهو يعتبره غاية في حد ذاته. بمعنى آخر، أنه عندما أقوم بواجب فينبغي أن يكون هذا الواجب مرغوبا فيه ذاته، وليس أنه وسيلة فقط من أجل تحقيق غايات أخرى، بل أنه أمر أخلاقي ذاتي أساسه العقل، أساسه أخلاقنا، ذواتنا، أي الجانب الأخلاقي فينا.
أي العقل العملي الأخلاقي. إذن فالواجب إذن هو من حيث هو واجب في ذاته، أي أنه غاية في ذاته، فهو يعتبره عند كانت، أو كانت يعتبره أمرا أخلاقيا قطعيا خالصا، بمعنى أن قيامنا بالواجب ينبغي أن يقوم نكون من أجل الواجب في ذاته، وبالتالي هنا نكون أمام تصور مفاده أن الواجب صادر عن الإرادة الحرة. في مقابل هذا التصور ممكن أن نستحضر مجموعة، هناك مجموعة من التصورات، أنا فقط اقتصرت لكم على موقفين، إيمانويل كانت وموقف ديفيد هيوم. بالنسبة لديفيد هيوم فهو يعتبر أن الواجبات تنشأ إما عن ميولات طبيعية، بحيث أن هذه الواجبات لا تتضمن إلزاما، وهي واجبات نابعة من غريزة فطرية أو ميل مباشر، مثال مثلا حب الأطفال مثلا، وبالتالي هنا يكون الواجب أساسه الذات، نابع من الذات. أو في المقابل أن هذه الواجبات تكون صادرة عن، أو تنشأ عن، ضرورة العيش داخل المجتمع، بحيث تتضمن إلزاما خارجيا، وهي واجبات تعمل على الحفاظ على المصالح الشخصية مع مراعاة المصلحة العامة والمتمثلة في استمرار المجتمع. إذن هنا نفهم من هذا التصور على أن الواجبات تنشأ من جانبين، إما أنها صادرة عن ميولات طبيعية، بمعنى أن من طبيعة الإنسان أنه يقوم بالواجب، بمعنى أنه نابع من غريزته الفطرية التي تميل إلى الخير وإلى حب الناس وإلى، وفي المقابل ضرورة أن نعيش داخل المجتمع يفترض بالضرورة أن نقوم بإلزامات يفرضها علينا المجتمع، تفرض علينا المصلحة العامة. إذن هنا في الواجبات، مثال واجب العدالة وواجب الإخلاص، هي بمثابة إلزامات تفرض سلطتها على الناس. إذن كما تلاحظون نحن أمام تصورين، تصور يعتبر بأن الواجب أساسه الذات، أساسه العقل، عقل الإنسان هو استجابة لنداء العقل، العقل العمل الأخلاقي، وأن هذا الواجب هو غاية في ذاته، وهكذا ينبغي أن نعامل الواجب، ينبغي أن نقوم بالواجب باعتباره غاية في ذاته، وليس فقط وليس كوسيلة له، لأنه إذا اعتبرنا الواجب حسب كانت، إذا اعتبرناه وسيلة فسيصبح هذا سيفقد قيمته، سيصبح الواجب مبتذلا. ولكن كانت الذي يؤسس لأخلاق عملية فهو يعتبر أن الواجب ينبغي أن يكون واجبا، والنظر إليه على أنه أمر أخلاقي قطعي خالص نابع من الذات، وبالتالي يجعل الفرد لا يشعر أنه عندما يقوم به لا يحس بأنه، أو يشعر بأنه يقوم به على مضض وهو مكره، بل من تلقاء ذاته، من ذاته، وهذا يجعل الإنسان يحس بنوع من السعادة عندما يقوم بهذا الواجب، فهو يستجيب لنداء العقل، العقل الذي يدفعنا إلى فعل الخير وفعل ما هو معقول وما هو إيجابي. إذن في مقابل هذا الطرح كما رأيتم هناك موقف ديفيد هيوم الذي يعتبر أن الواجبات لها أساسين، أساس طبيعي نابع من الفطرة والغريزة، وبالتالي تصبح هنا هي التزامات نابعة من الذات، وكذلك أنها تنشأ عن ضرورة العيش داخل المجتمع، وبالتالي المصلحة العامة تفرض علينا القيام بواجبات، وهنا يصبح الواجب إلزاما. إذا كخلاصة لهذا المحور يمكن أن نقول بأن الواجب وأنه يصدر عن إلزام وإكراه، لكن هذا الإكراه لا يرقى إلى مستوى الضرورة التي تفيد الإقدام على فعل ما دون إمكانية التراجع عنه، ولكنه واجب إلزامي يتضمن إمكانية التراجع عنه، وهو ما يعني أنه واجب يصدر عن إرادة واختيار، عن ذات حرة وفاعلة.
وبهذا نكون قد أنهينا هذا المقطع الثاني متعلق بالواجب في علاقته بالإكراه. شكرا على حسن تتبعكم، ونلتقي في المقطع الثالث المتعلق بالمحور الثاني الوعي الأخلاقي. تحياتي.